بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أتحدث اليوم عن الديمقراطية والإسلام. منذ أكثر من عامين أنا وضعت في أحد اليوتيوب وذكرت أن هناك ديمقراطية، أنا بطلق عليها الديمقراطية الإسلامية، لأنه لا يمكن الديمقراطية اللي نطبقها في العالم العربي أو الإسلامي على يعني تكون 100% زي الديمقراطية المطبقة في الغرب أو في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مثال على ذلك في ثوابت في لها علاقة طبعا بالإسلام والدين، وهذا ما ممكن مثلا يقبل الزواج المثلي الموجود هنا مثلا في أمريكا. يعني السوبريم كورت اللي هو المحكمة العليا صوتت إنه يجوز هذا الشيء، هل يمكن؟ لا. بعدين صوتوا هنا مثلا على أساس إنه الأبورشن الإجهاض، هل ممكن نقبله هناك؟ لا يمكن، إلا إذا طبعا بيكون خطر على المرأة، خطر يعني بيؤدي إلى موتها مثلا أو إلى آخره، يجوز الإجهاض. ولذلك أنا أطلقت عليها الديمقراطية الإسلامية. وأنا الحقيقة مسرور جدا اليوم اطلعت في العمق مع علي الظفيري مع الشيخ راشد الغنوشي، وهذا راشد الغنوشي ممتاز جدا، أنا قابلته في بغداد عندما جاء يؤيد رفع الحصار عن العراق وإلى آخره، وكان رجل ممتاز، وهذا نموذج للإسلام المعتدل، الإسلام الصحيح، لأنه المسلم يجب أن لا يخشى من التنافس أبدا. وهذا ما أنا ذكرته في رسالتي إلى الرئيس أوباما عندما راح على القاهرة مشان يلقي خطابه للعالم الإسلامي، موجود في موقعي بالإنترنت دكتور سعيد دوت نت، تاريخه 30/5/2009، اقرأوه يا جماعة. أنا بقول له بالحرف الواحد إنه إذا كان هناك انتخابات حرة ونزيهة في العالم العربي أو الإسلامي، العالم العربي بالذات، سيأتي الإسلاميون بعبارة عن كاسح، يعني هم يصوتوا لهم الناس. ليش؟ لأنه أنا في نظري هم ديمقراطيين حقيقيين، بيقبلوا الرأي والرأي الآخر، هم جماعة أصحاب عائلة، جماعة يشتغلوا بجد، جماعة مثقفين إلى آخره. هذا أنا ذكرته. والحقيقة أنه راشد الغنوش اليوم يعني حقيقة اللي قاله، أنه ما هو مثالي أنه الواحد يستلم الحكم ويفرض على الناس القوانين اللي تخرج مثلا من الشريعة الإسلامية وإلى آخره، لأنه لا يمكن فرضها، فمن شاء فاليوم أن يفهم أن يكفر. فكل ما في الأمر الواحد يقدم مصلحة، يقدم أعمال اجتماعية واقتصادية للشعب كله، وخاصة للشباب، يوجد شغل لهم، هاي أهم شيء. على كل حال أنا ذكرت هذا الشيء وأنا مسرور جدا. أنا عاشرت من أيام من أكثر من 50 أو 60 عاما كل الثورات العربية تقريبا. أيام جمال عبد الناصر كان عبارة عن عسكري قمعي، وأنا كل إنسان عسكري مهما كان نوعه في أي دولة عربية هذا إنسان قمعيون، لا يجب أن يتسلموا الحكم بأي حال من الأحوال، لازم هذول هدفهم بس الدفاع عن حدود البلد وإلى آخره. ثانيا القوميون العرب اللي هم طبعا هو جمال عبد الناصر اتخذوا على أساس كنموذج للقمع للآخرين للمعارضين. بعدين العلمانيين وخاصة مثلا أيام الأحزاب الشيوعية، هذولا لا يرضوا بالديمقراطية، بدهم هم ما يعني العمال هم اللي يحكموا على كل هاي الأمور كلها، ولذلك ما بيأمنوا ولا بطبقوا الدكتاتورية. نأتي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو أسوأ حزب أنا في نظري ظهر في العالم العربي من 1500 عام، أوسخ ما يمكن، سواء كان في سوريا أو في العراق. ولذلك أنا في نظر الديمقراطيين الحقيقيين في العالم العربي هم الإسلاميين، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين النهضة، هذول المعتدلين. أما الآخرين هذول جاوبوا بالأفكار الضيقة هاي اللي أجت على أساس أنه الخلافة الإسلامية وش من نوع، ها يعني زي الدولة الإسلامية وإلى آخره، هذا لا يطبق شيء من الإسلام، هذا جماعة جهلة عبارة عن مجموعة من أسوأ من الخوارج، هذولا
لا يفهموا بالشيء. اما قضيه مثلا الشورى مثلا في المملكه العربيه بيقول لك الشورى الشورى الشورى، هل تطبق الشورى؟ لا تطبق. قد تطبق على الاشخاص اللي بيقترفوا جرم وبيقتلوهم من شان النوع، لكن هل يمكن واحد من اهل الشورى يجي يوقف امام الحاكم ويقول له انت كذا كذا، انت صرفت اموال الدوله؟ هل كان واحد بيقدر يقول للملك عبد الله الراحل انه انت كيف بتعطي 30 مليار دولار او اكثر الى عبد الفتاح السيسي، هذا المجرم القاتل اللي قتل شعبه؟ كيف هذا؟ في حد كان يستجري يرفع راسه؟ في كان واحد يستجري يقول الملك الراحل فهد انه انت كيف تتعاون مع الخارجيه الامريكيه وبعده الملك عبد الله لتدمير العراق، كيف تتعاون معهم؟ هذول هدفهم هي تصب في مصلحه اسرائيل، فما ممكن. ولذلك انا كل هذا كلام فاضي. حتى نفس الشورى، يعني هل الشورى هذول مجلس الشورى هل ينتخبوا بالانتخاب؟ بعينهم الملك او بعينهم كذا في السعوديه حسب موالاتهم الى الحكم هناك. ولذلك انا بالنسبه لي الديمقراطيه الحقيقيه اللي تاتي عن طريق انتخابات حره تماما، الشعب هو اللي بايدها وبيجيبها، وبعدين القوانين تاتي من البرلمان بحيث هذه القوانين لا تتعارض مع الشريعه الاسلاميه. هاي اهم شيء لازم تعرفوه هذا الشيء. ولذلك يعني ارجو انه تحملوا هاي في رؤوسكم، انه أنا في نظري الإسلاميين هم المؤهلين إلى تطبيق الديمقراطية في داخل في أي مجتمع عربي، لأنه هم المتسامحون، هم اللي بيحاولوا يعملوا الدعوة الإسلامية ليس فرض السياسة زي ما ناس بتصوروا، ما بدهم يعملوها دينية كما هو حال في إيران. لإيران يختلف، أنا في نظري السنة هما أقرب ناس إلى الديمقراطية هما السنة، أما الشيعة لا، الشيعة وخاصة المتطرفين منهم من أسوأ ما يمكن من ناحية تطبيق الإسلام. هم بيجوا زي ظل الله في الأرض الخمائين، ومش عارف مين اللي وقف ظل الله في الأرض، من قال لما بتخطئ؟ ولا بيجي قضية المهدي، المهدي حيجي ويجي أعور الدجال ومش عارف إيش من نوع. أنا بصراحة صرت أشكك في هاي الأمور أبدا، أنا صرت أشكك. أقرب ناس إلى الديمقراطية هم المجتمع الإسلامي السني. على كل حال أنا حبيت أنا أذكر هذا وبصراحة، وشكراً.